وبشأن الأزمة بين بغداد وأربيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية من مدينة أربيل. دكتور مرحبا بكم. يعني فرنسا تدعو إلى احترام حقوق جميع المكونات والقوميات في العراق، كيف تقرأ هذا التصريح وانعكاسه على موقف أربيل في الأزمة الجارية مع حكومة العبادي؟ دكتور تفضل. نعم، شكرا، تحية لك وتحية للأخوات والإخوان. في الحقيقة ما نشهده منذ أسابيع هو بداية نهاية الإجراءات التي اتخذتها حكومة بغداد بحق الإقليم من محاولة عزله دبلوماسيا وفرض حصار عسكري عليه ولنقل إركاعه عمليا لتجاوز واقع الفدرالية. لا يسع المجال ربما للحديث عن كافة الخطوات، ولكن الموقف الفرنسي هو منسجم مع الموقف البريطاني أيضا والموقف الألماني وحتى ممثل الأمم المتحدة. المستغرب أن العبادي بعد أن قام بهذه الخطوات يعني تولد شعور لدى الشارع العراقي بأنه سلكه غرور، وربما يعتقد بأن هذا سيضمن له الدورة الثانية في الانتخابات المقبلة إن جرت. لكن شهدنا أيضا حتى فشله في هذه المساعي، أيضا انسحبت القوات التي تحالفت معه وتقريبا بقى دكتور عبد السلام، الكتل الكردية انسحبت من جلسة مجلس النواب وأيضا رفضت في نفس الوقت تمرير القراءة الثانية لمشروع الموازنة المالية، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب. لكن السؤال ليس هنا، الموضوع أن العبادي لم يفي وبالتزاماته تجاه الكرد. كانوا الكرد 17% يأخذون نسبتهم من العراق من المركز، انخفض إلى نسبة 12.6%. العبادي وعدهم بأنه سينظر في رفع نسبة الكرد، يعني ما السبب في ذلك؟ ما سبب أن العبادي لا يريد إعطاء الكرد حصتهم من موارد العراق؟ ما السبب في ذلك دكتور؟ يعني هناك سببان، أنا قلت ربما التفاصيل ليس هناك مجال. الأولى أنه يعتبر أن ما أشاعه من انتصار على داعش وظهر أيضا أنه ليس صحيح، داعش بدأ في دينه وفي دياله بالتفاعل، وثانيا ما حدث بعد 16 أكتوبر أحداث كركوك وبعض القوى، مع الأسف هذه طبيعة خاصة في المجتمع الكردستاني، أفراد وقوى صغيرة جدا وبالذات من السليمانية أعطوا انطباع بأن الوضع المالي سيء في كردستان وضغوط ضغطا أكثر على حكومة الأقليم وتفشل الحكومة، ووعده ربما بمجاراته حتى في التعامل المباشر. نعم دكتور، يعني أنت ذكرت بأنه هناك موقف فرنسي، وأيضا ذكرت حضرتك قبل قليل بأن هناك موقف بريطاني يدعم حقوق الشعب الكردستاني، لكن هل يمكن التعويل على هذين الموقفين دكتور عبد السلام في هذا الظرف تحديدا؟ لا، في كل الظروف، أنا إنسان عملي، التصريحات شيء والمواقف العملية شيء آخر. هذه تصريحات يسترون عليها، ولكن العراق دولة ذات سيادة ويمكن لها تجاهل كل هذه المواقف، ونرى أيضا أنها لا تؤدي إلى يعني نتائج عملية، ولكن بالتأكيد هذا يعني انعزال حكومة بغداد. حتى الموقف من مؤتمر الكويت، ترى أمريكا أنها تقريبا غسلت يدها عن يعني العراق، طالب ب 440 مليار يحصل على عدد مئات المليونات بشروط إلى آخره. مع الأسف الشديد هناك يعني تصور عند الجميع بأن حكومة بغداد تمن على أقليم كردستان وتعطيه 17% إلى آخره. هذه ميزانية دولة، وكردستان فيها ما يقارب 5 ملايين بشر، والميزانية هي لكل الشعب العراقي. هناك شيء آخر غريب في المادة الأولى من الموازنة، يعني تفرض شرطا جزائيا على كردستان، يجب عليها ان تصدر 250 الف برميل يوميا والا تقطع هذه الميزانيه. السؤال هو هناك اكثر من محافظه في العراق تنتج النفط. نعم. دكتور عبد السلام، فيما لو ناقشنا
يعني رئيس حكومة كردستان السيد نيجرفان البرزاني صادق على استقالة 3 وزراء هم من الاتحاد الإسلامي الكردستاني انسحبوا من حكومة كردستان، هل نفهم من هذا الانسحاب أن هناك انقساما فعليا حادا في كردستان العراق دكتور؟ يعني كردستان دولة منفتحة لها 40 حزب في الانتخابات الماضية، كان هناك تصور بأن الوضع العام داخل كردستان وفي العراق والمنطقة يتطلب وجود حكومة ذات قاعدة واسعة، اشتركت كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان في الحكومة، وظهر أنه أسلوب غير ناجح. الاتحاد الإسلامي حقيقة له مواقف جيدة، وهو في المواقف العامة يعني مع الخط العام لحكومة كردستان، ولكن أنا أفهمه أيضا هناك توجه عام ضد حكومة كردستان بالذات بسبب الأزمة المالية، وأي حزب طبعا سيبعد نفسه عن هذه الحكومة. هذا الانسحاب حتى في كلام السيد الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي كان فاتحا عليه، أنه في الوقت الذي قرروا فيه الانسحاب من الحكومة قالوا سنتعاون مع الحكومة وسنلتزم بواجباتنا، ولهذا هذا تحرك يسبق الانتخابات. أنا القراءة هنا في كردستان أن انسحاب يعني الاتحاد الإسلامي من الحكومة هو كسب الناقد. دكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية من أربيل، شكرا جزيلا لكم.